سيستم، بعدين عملنا اكسبانشن لهذا الباور سيستم وضفنا البص الثالث. طبعا تعرفنا على الراديال باور سيستم وتعرفنا على النتورك باور سيستم، تعرفنا هو الاهم انه كيف نبني اي كومبوننت خاصه في الباور سيستم نبنيها على برنامج الباور ويرد سيميليتر. هسه ننتقل الان في هذا الفيديو لاضافه الكاباستر بانك لتو بس باور سيستم، هنشوف ايش تاثير هذا الكاباستر بانك عن طريق استخدامه لبرنامج الباور ويرد سيميليتر. في هذا المثال في عنا لود قيمته 20 زائد جير 10 ميجا فولت امبير، يعني 20 ميجا وات و10 ميجا بار، سبلايد ات 20 كيلو فولت ثرو افيدر، يعني الجهد على البص الاول راح يكون 20 كيلو فولت والجهد على البص الثاني اكيد راح يكون 20 كيلو فولت لانه الرابط ما بين البص الاول والبص الثاني هو عباره عن ترانسميشن لاين. اللود از كومبنسيتد وذ كاباستر، الكاباستر الاوتبوت له بتغير من 0 ل 20 ميجا بار في ستيبس، كل ستيب قيمتها 1 ميجا بار، يعني عندنا راح يكون 20 ستيب عشان نوصل للقيمه الاعلى اللي هي 20 ميجا بار. فبدنا احنا نلاحظ تاثير اضافه هذا الكاباستر بانك على هذا السيستم. بالنسبه للانفورميشن الخاصه بهذا السيستم، في عندنا بالنسبه للجنريتر عندنا المينيمم والماكسيمم جنريشن اوف ذا سينكرونس جنريتر، في عندنا المينيمم ميجا وات صفر والماكسيمم ميجا وات 100. بالنسبه للفار في عندنا المينيمم فار اوتبوت ناقص، طبعا احنا بنحكي في الميجا هنا، مينيمم فار اوتبوت هي بالميجا فار وليس بالفار، ناقص 30 ميجا فار و50 ميجا فار اللي هي الماكسيمم، والاي جي سي والاي في ار حكينا عنهم سابقا. بالنسبه للباصز احنا اعطانا بس معلومات الباص الاول هي كافيه، فالباص الاول هو عباره عن سلاك باص والجهد 20 كيلو فولت واحد زي والزاويه صفر، طبعا بارونت والزاويه صفر بالدجري. اللود عندنا 20 زائد جيل 10، الشنط كابستر من 0 ل 20 ميجا بار والستبس في ل 1 ميجا بار كل ستيب. ترانزميشن لاين عندنا الباراميترز الخاصه له، عندنا ريزيستنس 1 بال 10 والرياكتنس 45%، الليمت الميجا فولت امبير ليمت عندنا 40 ميجا فولت امبير. فننتقل الان للبرنامج عشان نبني هذا الباور سيستم ونلاحظ ايش تاثير الكاباستر بانك. نيجي لفايل نيو كيس، بعد هيك ننتقل لدرو. زي ما حكينا سابقا اول شيء راح نبدا فيه هو الباسز، يعني هاي الباص الاول سميه جنريشن باص، النومينال فولتج عليه 20 كيلو فولت، يعني اعلى طبعا سيستم سلاك باص. هاي بالنسبة للباص الاول، بعد هيك ننتقل لللود باص تكون لليمين واحد بالزاوية صفر. هاي بالنسبة للباص الثاني، نضيف هسه الجنريتر على الجنريشن باص، ميجا وات 6.0، المينيمم صفر، الماكسيمم 100. طبعا الاي جي سي مفعلة، الميجا بار عندنا ناقص 30 و50 اللي هو الماكسيمم. هاي بالنسبة للسينكرونس جنريتر. للترانزميشن لاين اللي راح يربط ما بين الجنريتر باص واللود باص، عندنا اكس قيمتها 45% وعندنا ار قيمتها 1 بالعشرة، عندنا الليمت كان 40 ميجا فولت امبير. بالنسبة للباي شارت خليها مع قيمة ايضا. بالنسبة ايضا للون لاين ديسبلاي اوشن، احنا بدنا الانديكيترز يكون عندنا او الانيميتد فلوز للميجا وات والميجا فار مع بعض، فعندنا راح نختار الاكتوال ميجا وات اند ميجا فار باور فلو. الماكسيمم لاين فلو راح يكون الماكسيمم 40. اوكي تمام، نيجي اخر اشي للود والكباستر بانك. هاي عندنا اللود 20 زائد جيل 10 تمام، يعني نضيف الكباستر بانك. طيب في الكباستر بانك البراميدز، اول اشي بالنسبة للنومينال ميجا بار راح نخليها صفر. الكنترول مود اول اشي بتغيره لديسكريت، بتحط عدد الستيبس، عندنا 20 ستيب والميجا بار بير ستيب، كل ستيب
راح تكون 1 ميجا بار، بعدين بتغيرها ترجعها على فيكس. تمام اوكي، هاي بالنسبه ل الكباستر بانك. نخليه عشان نغير في القيمه ونلاحظ تاثيرها فيها 1. تمام، هاي بالنسبه لبناء هذا الباور سيستم. بضل علينا انه نضيف مثلا عندنا بدنا نعرف الجهد على الجنريشن باس، على اللود باس، الترانسميشن لاين لوسيز، الى اخره من جميع هذه القيم. الطريقة الأولى تعرفتوا عليها في الفيديو السابق، إنه كنا نيجي على درو بعدين فيلد نختار مثلا باص فيلد، جنريتر فيلد، إلى آخره. في طريقة أسهل، نيجي على الباص أو أي جزء بدنا إياه في الباور سيستم، أد نيو فيلد أراوند باص، نختار مثلا تختار أي بوزيشن، أنا بوزيشن هذا نختار كباص فولتج بير يونت، بعدين نختار كفولتج كيلو فولت. نعمل أوكي. بالنسبة للترانسميشن لاين في النص نختار اللوسيد، بالنسبة للسندينج اند بوينت راح نختار الميجا وات والميجا بار فلوز، كمان التيار احنا ما بلزمنا نختار التيار على الجهتين، بس بلزمنا جهة واحدة لانه احنا حطينا باراميترز الترانسميشن لاين ما في قيمة للتشارجينج او لقيمة البي، يعني ما في عندنا تشارجينج كرنت، عشان هيك راح تكون قيمة التيار واحدة على طول الترانسميشن لاين. بالنسبة للبوزيشن 7 نختار الميجا وات، الريسيفينج اند بوينت، والميجا بار. تمام، هاي جميع القيم. اللي راح تلزمنا اخر شيء الباص، تمام. هاي هيك صار السيستم جاهز في الايديت مود. هسه راح ننتقل للرن مود، بعدين نيجي للتولز، بعدين نشغل هذا السيستم. طبعا هذا السيستم شغال بدون اي اضافه كباستر باك. بنلاحظ انه عندنا الجنريشن هون عندنا 21 ميجا وات، واللود قيمته 20 ميجا وات، بس اللوسز بنفس الوقت عندنا 58% ميجا وات. طب كيف هون 21؟ يعني في 1 ميجا وات وهون اللوسز 58 ميجا وات، او هاي طلع هون برضه السندنج اند بوينت باور عندنا 20 58، طب هون 21. هاي المشكله صارت حتى بالفيديو السابق حكوا لي انه الجهد على الباص الثاني كانت طلعت معي اللي هي 9 بالـ10 بير يونت، لكن هي الأصح كانت 95%. الخطأ هنا مش بالقيم، الخطأ في إظهار القيمة. فعشان هيك نيجي على 21 ميجا وات، بنختار الديجيتس خليها 2، راح تصير 20 50 ميجا وات. نفس الشيء بالنسبة للميجا وات، هيك صارت القيم الأصح. هسه راح نصير نضيف في الكباستر معك، راح نصير نغير فيه كاستيبس، يعني اول حاجه 1 ميجا بار، بعدين 2 3 الى اخره تنوصل ل20. هسه راح نزيده، لكن اول ما غيرنا قيمته كانت 9 بالـ10 مش 1. فنيجي للكباستر بانك ونلاحظ في عندنا نومينال ميجا بار واكتوال ميجا بار. هسه احنا اللي بنغير فيه اللي هو النومينال ميجا بار، اللي هي 1 2 3 لعند ال20، هو عدد الستيبس الى اخره من هاي الاشياء. لكن الاكتوال ميجا بار عندنا 9 بالـ10، لان الاكتوال ميجا بار تعتمد على جهد الباص، عشان هيك ما راح تكون قيمتها نفس قيمة النومينال ميجا بار. عشان هيك اول اشي بتكون تعملوه في هاي التجربة او في هذا السيميوليشن، انه تصيروا تغيروا قيمة الميجا بار وتلاحظوا التأثير على اول اشي اللود الباص المربوط عليه هذا الكباستر، تشوفوا كم راح يصير، راح يتغير الجهد بتغير الميجا بار. غير هيك اللاين لوسز، اللاين كرنت، الجنريشن من السينكرونس جنريتر، الاخر هاي القيم. يعني تقدر تعمل الجدول، اول حاله تبدو فيها من 0 ميجا بار، بعدين تصيروا تزيدوا في الميجا بار وتلاحظوا التاثير هذا على جهد الباص، على الترانسميشن لاين لوسز، على اللاين فلو، الى اخره من جميع هاي القيم. فهسه لو ضفنا كباستر بانك حطيناه على الجنريشن باص،
ميجا الايديت مود، بعدين درو تشانت ميجا جنريشن باس. بس نفس الباراميترز الخاصه بالسابق مع فيس نومينال صفر في الاتجاه الى ليفت للقيمه 10 او 1. عادي اصلا ما راح تفرق، لو كانت 10 او 1 ما راح تفرق. هنيجي للران مود. هسه نشوف في هاي الحاله اذا غيرنا بقيمه الميجا فار اللي طالع من هذا الكباستر راح نلاحظ انها 1، راح تصير 1 2 3 الى اخره. ليش؟ لانه الجهد على هذا الباص ثابت، لانه في عندنا اي في ار، هون في عندنا اي في ار اللي جاي من الجنريتر، يعني الجهد راح يكون على التيرمينال اوف ذا سينكرونس جنريتر ثابت. عشان هيك النومينال ميجا بار راح يساوي الاكتوال ميجا بار في هاي الحاله، لكن اذا حطيناها على اللود باص راح يعتمد كمان على جهد الباص اللي مربوط عليه.